صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم حلقه جديده من المجله السياحيه. زي ما احنا متعودين معاكم في ميعادنا الاسبوعي بنتعرف على اخر واهم اخبار السياحه في مصر والعالم من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه. ايضا بنتكلم عن احد الموضوعات الهامه والمتعلقه بصناعه السياحه وخاصه في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا او فقرتنا الحواريه. وهيكون ضيفنا في الاستوديو استاذ هشام ادريس، عضو غرفه شركات السياحه. اسمحوا لنا كالمعتاد نبتدي معاكم بفقره الاخبار، واولا العناوين. يؤكد على أن تطوير المناطق التراثية والتاريخية سيسهم في زيادة الحركة السياحية. الرياضة عبر العصور، معرض بالمتحف المصري يسلط الضوء على أهمية الرياضة في التاريخ المصري. واكتشاف قطع أثرية بإحدى المدن الليبية تعود إلى الحضارة اليونانية القديمة. من العناوين بنروح للتفاصيل والمزيد من الأخبار، وبنبتدي أخبارنا باهتمام مجلس الوزراء طبعا بقطاع السياحة وتطويره. وهنروح تحديدا نتكلم عن متحف الحضارة بالفسطاط، الحقيقة بيتم تطويره بشكل كبير الفترة الجاية ده استعدادا لافتتاحه. جدد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التأكيد على اهتمام الحكومة بملف تطوير المناطق التراثية والتاريخية والعمل على دفع الأعمال المتعلقة بها سعيا لاستعادة الوجه الحضاري والتراثي لها، وهو ما يسهم بدوره في زيادة الحركة السياحية. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء للمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والتي تابع خلالها أعمال تنفيذ المتحف وتطوير بحيرة عين الصيرة. ورافقه خلال الجولة عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ القاهرة. وتفقد رئيس الوزراء بحيرة عين الصيرة حيث يتم تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة. طيب من متحف الحضارة بنروح نتكلم عن المتحف المصري، والحقيقة مجموعة من الأخبار والفعاليات والأنشطة. من أجل الحفاظ على التراث المصري تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 8 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات الثقافية في مصر، وبيوجه جزء من التمويل لتطوير المتحف المصري في القاهرة، وذلك على مدار 3 أعوام بالتعاون مع 5 متاحف كبرى. خلينا نتابع تفاصيل أكثر عن هذا المشروع تطوير المتحف المصري بميدان التحرير من خلال التقرير التالي. من أجل الحفاظ على التراث المصري تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 8 ملايين يورو لتمويل الثقافة في مصر، وسيوجه جزء من هذا التمويل لتطوير المتحف المصري في القاهرة. سوف يتم على مدار 3 سنوات مشروع تمويل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع 5 متاحف كبرى، المتحف المصري في تورين بإيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمتحف البريطاني، ومتحف برلين المصري، والمتحف الوطني للآثار في هولندا. سوف يساعدون المتحف المصري خلال عملية التطوير. الاتحاد الأوروبي يمول التراث الثقافي المصري، ويتعهد بتقديم تمويل بقيمة 8 ملايين يورو، أي ما يعادل 9 ملايين دولار. في المرحلة الأولى سوف يستخدم مبلغ 3.1 مليون يورو من التمويل لتطوير المتحف المصري في القاهرة. ومن ضمن مقتنيات المتحف المصري الآن قناعان مذهبان يعود تاريخهما لعام 1390 قبل الميلاد، وأقنعة لمومياوين لزوج وزوجته يويا وثويا. السائحون يتجولون في أرجاء المتحف وينظرون إلى القطع الفنية المختلفة، ومنها تابوت يذكر بتاريخ مصر القديمة الثري. وتركز خطة العمل على إقامة عرض عند مدخل المعرض في الطابق الأرضي من المتحف، ووضع تصور للمخطط الرئيسي للمتحف، وعرض كنوز المقابر الملكية في تانس التي تسمى حاليا بمدينة صان الحجر. تسع
لسه بنتكلم عن المتحف المصري بالتحرير، وعلى جانب آخر أكد إيفن ساركش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على أن هذه المنحة بتشمل المرحلة الأولى لتطوير المتحف المصري بالتحرير، وهتكون هناك مراحل أخرى بيتم العمل على الإعداد لها بهدف تهيئة المتحف على الشكل الذي يضعه بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي. سعيد جدا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل هذا المشروع والذي سيتكلف نحو 3 ملايين يورو ويشارك فيه 5 متاحف رئيسية في بريطانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا من خلال عقد جماعي لتمويل المتحف وتحويله إلى مركز تعليمي والمشاركة في وضعه على قائمة التراث العالمي وجعله مركزا لجذب السائحين. مديرة المتحف أيضا صباح عبد الرازق أكدت أنه عملية تطوير المتحف المصري بالتحرير ستشمل عدد من القاعات، وهي قاعة رقم 43 ومن القاعة 46 وحتى القاعة 56. خلينا نتابع تفاصيل تصريحاتها أكثر معنا دلوقتي. تم البدء في إعداد القطع الأساسية اللي هتفضل في المتحف المصري اللي يتم إعادة عرضها عند مدخل المتحف. ده المرحلة اللي هيتم البدء بها، هي عرض إعادة عرض الآثار عند مدخل المتحف، وأيضا إعادة عرض آثار تانيس في مكان عرض آثار توت عنخ آمون بعد نقله إلى المتحف المصري الكبير، ووضع الخطة الرئيسية لتطوير المتحف المصري ووضع رؤية ورسالة المتحف المصري. بالتعاون ده بيكون باللجنة العلمية القائمة على هذا التطوير التي تضم أساتذة من الجامعات المصرية وأيضا مديري المتاحف الأوروبية الكبرى. 5 مديري متاحف بيشاركوا معنا في مرحلة التطوير إن شاء الله. هيتم إعادة سيناريو العرض في الدور الأرضي عند مدخل المتحف، هيتم إعادة العرض تماما في هذا الجزء اللي بيشمل أثار ما قبل التاريخ والعصر اليوناني الروماني وعصر الدولة القديمة، فكل مدخل المتحف هيتم تطويره إن شاء الله، وكمان أثار تانيس هيتم إعادة عرضها، فده هيكون فيه تجديد شامل لإعادة عرض أثار تانيس إن شاء الله. الحقيقة المتحف المصري بالتحرير مش بس بيشهد أعمال التطوير والعرض بأسلوب مختلف، ولكن أيضا متعودين دايما من المتحف المصري بالتحرير على أنه يكون فيه أنشطة وفعاليات مختلفة، معارض مختلفة بتواكب الأحداث الموجودة، طبعا مع بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا واللي بتستضيفها حاليا مصر. أيضا المتحف الحقيقة بينظم معرض مؤقت بيسلط الضوء على أهمية الرياضة ومكانتها في التاريخ المصري. خلينا نتابع تفاصيل أكثر عن المعرض في التقرير اللي جاي. احتفالا باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، افتتح في المتحف المصري بالتحرير معرض مؤقت للآثار يتناول الرياضة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية، وذلك تحت عنوان الرياضة عبر العصور. المعرض الذي افتتحته وزارة الآثار بحضور 16 سفيرة يتضمن مجموعة من الألعاب الرياضية التي حازت على اهتمام المصريين القدماء للحفاظ على اللياقة البدنية، ويلقي الضوء على اهتمام الفراعنة بكرة القدم. ويكشف المعرض عن ممارسة المصري القديم لرياضات عديدة، من بينها المصارعة والرماية وركوب الخيل والسباحة وكرة الأكروبات، ويضم أكثر من 90 قطعة توضح عشق المصريين القدماء لممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة. العشق المصري للرياضة بوجه عام والساحرة المستديرة بشكل خاص لم يكن على الإطلاق وليد اللحظة، بل تمتد جذوره لتضرب في عمق التاريخ، وهو ما أكد عليها معرض الرياضة عبر العصور. رحب
نرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ هشام ادريس عضو لجنه السياحه الخارجيه بغرفه شركات السياحه. استاذ هشام صباح الخير واهلا بحضرتك معانا. صباح الخير واهلا بسياده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني بدانا فقره اخبارنا بمجموعه الحقيقه من الاخبار خاصه بالمتحف المصري بميدان التحرير، ويمكن ده من الاشياء الجميله انه يتم تطوير المتحف وانه الفعاليات اللي بتتم فيه مواكبه للاحداث الجاريه منتظمه زي ما احنا متعودين منه. ده يمكن معناه انه المتحف المصري بميدان التحرير سيظل المتحف الام، ويعني انجاز التعبير بالنسبه للمتحف المصري الكبير اللي احنا بننتظر افتتاحه. اهميه المتحف المصري بالتحرير من وجهه نظر حضرتك؟ واهميه المتحف المصري هو اهتمام الدوله بالسياحه الثقافيه، السياحه الثقافيه اللي هي تعتبر تقريبا 20% من حجم السياحه في العالم. ومصر طبعا المفروض ان السياحه الثقافيه بيبقى السائح الثقافي بيبقى سائح اعلى في المستوى واعلى في الانفاق، ودخله بالنسبه يعود على الدوله بصوره اكبر، وممكن يزور الدوله مره واثنين وثلاثه واربعه. فاهتمام الدوله بالمتاحف دي من الاساسيات الخاصه بالسياحه الثقافيه. وكمان المتحف المصري بالتحرير موقعه ان هو في وسط العاصمه وقريب من شركات السياحه، وطبعا هو يعني معروف لدى السائحين ان هو ده قلب القاهره يعني. كمزار طبعا يعتبر قريب جدا بالنسبه لكل المناطق، لان معظم الفنادق بتكون موجوده في الداون تاون او جنب المتحف. فده بيدي طبعا بيبقى سرعه او سهوله. ومع اهتمام الدوله بالمتحف الجديد طبعا 2020 اللي هو طبعا يعتبر اكبر حدث في العالم، وكان موجود معنا وان ستار اللي هو مدير المتحف كان موجود معنا في انجلترا، وكان موجود معنا في المعرض بره، وكان بيعرض المعرض قد ايه الصوره بتاعته معرض كبير. اهتمام الدوله ببقيه المعارض اللي موجوده، عشان كده حتى مهتمين بالمتحف اللي موجود في برلين اللي هو المتحف المصري في برلين، فده طبعا له جزء خاص بالسياحه المصريه في الخارج، وبالجزء الخاص بالجزء الفرعوني او اللي موجود في متحف اللوفر. يعني هو كل اهتمام بالسياحه الثقافيه او الاثار بصوره كبيره. وهو ده الفتره اللي جايه دي لو مصر ركزنا فيها شايف ان احنا ممكن ناخد مكانه عاليه جدا. طيب نستكمل اخبارنا استاذ هشام وبنروح الحقيقه لخبر من الاخبار في قطاع السياحه كويسه جدا ومبشره، وهو فتح اسواق جديده من خلال رحلات الطيران المختلفه. اعلنت شركه الطيران الوطنيه الاذربيجانيه اعاده تسيير رحله تشارتر من باكو الى القاهره اعتبارا من 8 يوليو المقبل، ورحله اخرى منتظمه الى مدينه شرم الشيخ وده هيكون اعتبارا من 18 يوليو القادم. واوضحت وزاره السياحه ان عوده رحلات الطيران تسهم في دفع الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان إلى المدن السياحية المصرية. أستاذ هشام، يمكن يعني أذربيجان والدول المجاورة من الأسواق السياحية الجديدة اللي احنا بنتكلم عن حركة سياحية وافدة منها، ده طبعا من خلال السياسة الخارجية لمصر والقيادة السياسية اللي حريصة على زيارة هذه البلدان، وملف قطاع السياحة بيكون مطروح بقوة أمامها. من هنا احنا بنلاحظ ان احنا بقى عندنا بالفعل سائحين جدد من هذه الأسواق السياحية. طبعا احنا في مصر كنا محصوره في الفتره لحد سنه 2010 على دول معينه بالنسبه للسياحه، سواء السياحه الخارجيه او السياحه الخليجيه. السياحه الخارجيه كان الدول المعينه اللي احنا كنا محصورين فيها وصلنا لحوالي 14 مليون و7 من 10 كان حجم عدد السائحين اللي زاروا مصر في خلال الفتره دي. لو حضرتك بصيت لاخر 3 سنين، يعني السنه اللي فاتت كنا حوالي 11 مليون سائح، السنه اللي قبلها كنا 8 مليون، السنه اللي قبلها كنا 5 مليون، معنى كده ان انت في اخر 3 سنين حجم الزياده عندك بيزيد بال 30 و40%، ودي تعتبر طفره مش موجوده في دول كتيره جدا. طبعا احنا بنطمح ان احنا نوصل ازاي نبقى زي اسبانيا زي فرنسا زي الدول الكبيره اللي هي ليها تارجت عالي بتوصل ل 80 و90 مليون، بس انت مجرد ان انت ابتديتي في ده شايف ان دي خطوات كبيرة. من أهم النقط اللي بتعتمد عليها السياحة هو وزارة السياحة ووزارة الطيران. الفترة اللي فاتت دي كان حصل يعني تعاون كبير بين وزارة الطيران ووزارة السياحة، وكان في لجنة الطيران الموجودة اللي اتكونت في الفترة اللي فاتت دي في الوزارة، كنا عملنا اجتماع مع قيادات مصر للطيران، وكان الميزة فيها في كذا حاجة. أول حاجة إن هم ابتدوا يبصوا لأفريقيا بصورة كبيرة، احنا ابتدينا نرجع لافريقيا وافريقيا ابتدت ترجع لنا. فابتدى من 1/7 في 4 خطوط جديده هتتفتح لمصر للطيران موجوده في افريقيا، لان انت عندك مشكله ازاي تجيب السائح
لمصر، حتى لو بصيتي لبطولة أفريقيا عندك 23 دولة مضيفة، كام خط طيران دايركت ليهم مصر الطيران عشان تقدر تجيبي السائح من هناك، لأن هو الرياضي ده هو سائح في الآخر، فإزاي تجيبيه من بلده؟ يبقى أهم حاجة بتعتمد عليها هي الطيران. فالتنسيق اللي تم في الفترة الأخيرة بين وزارة الطيران ووزارة السياحة شايف إن في صورة كبيرة، ابتدت فتح خطوط جديدة لأمريكا اللاتينية، هيتفتح فيها زي خطين، فتح في أمريكا نفسها الولايات المتحدة الأمريكية هتفتح فيه خطين جداد اللي في الفار إيست، هتفتح خطوط لمصر الطيران، وده اللي إحنا محتاجينه. والطيران التشارتر كمان يعني رحلات الطيران العارضه دي بتكون اسرع واسهل للسائحين تحديدا. بالظبط، عشان كده لو حضرتك لو لاحظتي الفتره الاخيره دي الغردقه نزل عليها طيران شارتر فلايت حوالي 5 طيارات كان بينزل من كازاخستان، عندك اذربيجان ابتدت تشتغل، عندنا اسبانيا ابتدت تشتغل طيران على الاقصر برضو فدي هي دي الخطوات الجديده، ان ازاي ان انت تفتحي خطوط جديده وتفتحي يعني اسواق جديده. تعمل ورك شوب بلجيكا، الشركات البلجيكيه كانت جت عملت في الاقصر واسوان، جم معانا مجموعه كبيره من الشركات وكانوا جايبين كل اللي بيتعاملوا معاهم، وعملنا زي ورشه عمل كبيره في الاقصر وفي اسوان. صحيح. كان موجوده في اوكرانيا، كان موجود برضو كرواتيا. هيئه التنشيط في وزاره السياحه ابتدت تتحرك بصوره برضو غير اكتر من الاول، ابتدت تجيب تعمل زي ورك شوب يعني ورش عمل. ده طبعا يعني مرتبط بشكل كبير بقطاع الطيران والتطوير اللي بيحصل فيه، وده يمكن كمان مرتبط بالخبر اللي معانا دلوقتي وتحديث اسطول شركه مصر للطيران. يعني في هذا الاطار تسلمت الشركه الوطنيه طائره الاحلام الثالثه من اجمالي 6 طائرات تعاقدت عليهم جميعا، حيث تصل خلال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، وبتضيف طائرات دريم لاينر ميزه تنافسيه لمصر للطيران، حيث تتمتع بوسائل تكنولوجية ورفاهية كبيرة الحقيقة بتسهل كتير رحلة السفر، وأيضا بتخليها الحقيقة يعني رحلة ممتعة أيضا. طيب أستاذ هشام، يعني طائرة الأحلام ومجموعة الطائرات اللي احنا بنضيفها لأسطول مصر للطيران من هذا الطراز، ازاي بتضيف لأسطولنا الجوي وأيضا بتجعل الرحلات أفضل وأسهل وأيسر؟ لو حضرتك بصيت للسياحة لأنها صناعة، فالصناعة دي بتعتمد على نوع الخدمة اللي انت بتقدميها، كل ما انت عملتي خدمات أعلى وابتديتي تعملي سهولة إجراءات بالنسبة للسائح هيبتدي يجيلك اكتر، سواء من حيث ان هو من اول ما بياخد التاشيره، من اول ما بيركب الطياره، هو وسائل الطياره لما بيكون فيها خدمات عاليه، فيها الانترنت موجود فيها فري، يقدر يتعامل فيها، تليفونات يقدر يستعمل، يقدر يعني ياخد الكراسي نفسها مريحه، الفيرست كلاس والبزنس يتعمل بشكل معين، لان انت المفروض بتدوري على السياحه العاليه او ذوي الانفاق العالي، فالانفاق العالي ده لازم تعتمدي ان انت تجيبي تدي له الرفاهيات بتاعته، هي نوع الخدمه. كل المسافة اختيار مصر الطيران وان هي تبتدي تاخد واحدة من 6 طيارات اللي موجودين على مستوى العالم، فده يعتبر ده انجاز لمصر الطيران. ابتدينا نفكر بره الصندوق ازاي نجيب حاجة مش موجودة قبل كده، وهو ده اللي احنا محتاجينه في الفترة دي. اكيد احنا خلاص استلمنا الطيارة الثالثة واحنا متعاقدين على 6 طيارات من هذا الطراز. خلينا نروح لمحافظة اسوان ونتكلم عن الطاقة الفندقية وزيادة استيعابها. اكدت محافظة اسوان على ان الفترة القادمة ستشهد انطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة بالمحافظة، وده لزيادة الطاقة الفندقية. يأتي هذا في ظل استعدادات المحافظة للموسم السياحي القادم، فضلا عن الإعداد والتجهيز لاستضافة مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي العديد من المهرجانات والمؤتمرات والمنتديات، ومن أبرزها طبعا منتدى السلام العالمي المتوقع انعقاده نهاية العام الحالي. أستاذ هشام، يمكن محافظة أسوان الحقيقة في الفترة الأخيرة يمكن بداية من هذا العام وهي بتستعد بشكل أكبر لاستضافة فعاليات وأحداث كبرى، كان يمكن أبرزها في الفترة الأخيرة ملتقى الشباب العربي الأفريقي، وزي ما بنتكلم نهاية هذا العام في منتدى السلام العالمي أيضا، وما بينهم في عدد آخر من الفعاليات العالمية، ويعني ده اللي دفع للتفكير في زيادة الطاقة الفندقية. يعني قد إيه إحنا بنتواكب مع هذه الأحداث والفعاليات وبتتطور محافظة أسوان لاستقبال المزيد منها في الفترة اللي جاية؟ الفترة اللي فاتت كان حصل بعض الأحداث كتيرة شايف إنها كلها قريبة من أفريقيا، ودي كان حاجة اهتمام مهم، اختيار رئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، تدشين المنظمة الأفريقية للسياحة في مصر
موجود في زعامة بسادي في المنظمة. اختيار الأسوان هي تكون منتدى الشباب الأفريقي موجود ويتعمل فيها المؤتمر اللي كان عامله الرئيس السيسي أقامه هناك. كل ده اختيار الأقصر عاصمة السياحة الثقافية في العالم، كل ده بيركز على صعيد مصر. ابتدى في الفترة الأخيرة دي المؤتمرين اللي اتعملوا للشباب اللي كان أقامهم فخامة الرئيس في أسوان. لو حضرتك شفتي التطورات اللي حصلت من الزيارة الأولى السنة اللي فاتت للتطورات اللي حصلت في السنة دي هتلاقي في حاجات كتيرة جدا تمت، سواء مشروعات صغيرة، سواء شبكة الطرق واللي اتعملت فيها المحطة بتاعت القطارات والاهتمام اللي ابتدت الدولة تهتم بيه بصورة كبيرة. الطرق يعني لو حضرتك دلوقتي طلعت الطريق الجديد لحد عشان تروح الأقصر وأسوان هتشوف تقدر تاخدي تروح الأقصر في 6 ساعات أو 5 ساعات بالعربية. الطريق كبير وواسع وفي خدمات وابتدى يبقى فيه، يبقى هي دي بقت ابتدت الدولة تهتم بصعيد مصر. اقامه بيقام دلوقتي في اسوان زي قاعه مؤتمرات، قاعه مؤتمرات دي مهمه جدا لان انت كنت الاول محصوره ان اي مؤتمر يتعمل في شرم الشيخ لان ما عندكيش غير قاعه مؤتمرات في شرم الشيخ. لا دلوقتي ابتديتي تركزي في صعيد مصر. وصعيد مصر ميزته كمان ان في اماكن وفي سياحه، فعلا سياحه بقى اللي هي مصر المفروض الفتره اللي جايه دي نركز فيها، لان انت حتى لما بتكوني بره بتبيعي مصر انت بتقولي دي مصر. يعني كلمه كبيره، انت لازم يعني صعيد مصر ده كله خير. يعني الاقصر واسوان طبعا مناطق رائعه يعني ثريه جدا بالاثار المصريه القديمه، واسوان وكومب وادفو ومناظر طبيعيه وكميه الاثار. انت في السنه اللي فاتت بس فوق حوالي 700 مقبره تم اكتشافهم في الفتره اللي فاتت، ومنهم مقابر مليانه يعني خير كتير وفيها. ولو رحتي في الاقصر وشفت المتحف اللي هو فيه موجود هناك اللي هو المخزن اللي هو بتاع المتحف فيه كام 1000 قطعة موجودة، كل ده غزير. فاختيار ان الأقصر يبتدي تعمل فيها مجموعة فنادق بشكل معين اكتر، يتعمل فيها قاعة مؤتمرات بصورة كبيرة ونبتدي نركز عليها في الفترة اللي جاية دي، هي دي خطوات مهمة. مصر يبقى عندها سياحة المؤتمرات وعلى مستوى كل مصر، وما تبقاش في شرم الشيخ بس ولا الغردقة بس، تبقى في مختلف المناطق والمقاصد السياحية المميزة طبعا اللي عندنا. بنستكمل مع حضراتكم مع مشاهدينا أخبارنا ونروح لأخبار عربية وعالمية. السياحة والأطار في العالم العربي وتحديدا بنروح لليبيا. سلمت أسرة ليبية قطعة أثرية قديمة قد وجدها أحد أبنائها إلى مصلحة الآثار، وده لعرضها في متحف المنحوتات القديمة في مدينة الشحات الليبية. بتجسد القطعة الأثرية رأس ديميتير إلهة الزراعة في اليونان القديمة، وسيتم عرضها في متحف بيحتوي على حوالي 150 قطعة أثرية بتعد من أهم المعالم الأثرية الموجودة حتى الآن في المدينة القديمة. وبتضم ليبيا 5 مواقع قديمة مدرجة في قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو، ده من سنة 1982. عن ليبيا الدولة العربية الشقيقة أيضا لها تاريخ ولها حضارة وأثار زيها زي سوريا، وللأسف يعني هذه البلاد كانت بتعاني في السنوات القريبة الماضية من ضربات الإرهاب والصراعات اللي أثرت بشكل كبير على الأثار، فلما بتعود الأثار هناك للاهتمام بيها ده أكيد مؤشر طيب. نروح لأخبار الطيران عالميا. اقتنصت شركتا إيرباص وبوينغ صفقات لبيع طائرات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في اليوم الثاني لمعرض باريس للطيران، وده بعد تباطؤ النشاط في شركات طيران كثيرة ووقف تشغيل طائرة بوينغ أكثر مبيعا. وواصلت إيرباص تفوقها المبدئي في الطلبيات في المعرض مع توقيع صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لبيع 36 طائرة لشركة الطيران الفلبينية، بالإضافة لإبرام صفقة لبيع 30 طائرة أخرى لشركة الخطوط الجوية السعودية بقيمة 3.3 مليار دولار. في الوقت نفسه حصلت بوينغ على دفعة كانت في أشد الحاجة إليها، حصلت على دفعة كانت في أشد الحاجة إليها بعد بداية ضعيفة في المعرض مع تعهد شركة كوريا للطيران بشراء 20 طائرة 787 دريم لاينر بقيمة 6.3 مليار دولار.
مشاهدينا بكده انتهت فقرة أخبارنا، ودلوقتي معاد حوارنا الأسبوعي. بنتكلم النهاردة الحقيقة بما أن احنا طبعا ابتدت بطولة كأس الأمم الأفريقية بالأمس، وكان حفل الافتتاح الرائع والأسطوري والمبهر اللي أسعدنا كلنا كمصريين، وكان بيدل على الحقيقة يعني القدرة على التنظيم بشكل رائع، وأيضا السلوكيات المشرفة للمصريين، الجماهير المشجعة في الاستاد. الحقيقة من هنا احنا بنتكلم عن حملة بتطلقها لجنة الأنشطة السياحية التابعة للجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، يعني طرح مقترحات وأفكار للتعامل مع الضيوف مصر بشكل إيجابي وشكل جيد، للتشجيع في قطاع السياحة لزيادة عدد الوافدين إلى مصر في هذه الفترة. الحملة الحقيقة اسمها شاركنا بأفكارك للاستفادة من البطولة الأفريقية. خلينا نتكلم عن إزاي بالفعل يكون عندنا سلوكيات إيجابية في التعامل مع الزوار بشكل عام، إزاي نحن نتطور في اكتساب هذه الثقافة في مصر، بما أن احنا طبعا بلد سياحي بتستضيف الملايين القادمين إليها من حول العالم، وإزاي ننمي هذه الثقافة من خلال هذا الحدث الهام اللي بتستضيفه مصر وهو بطولة كأس الأمم الأفريقية. لسه معنا في الاستوديو أستاذ هشام إدريس، عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة. بنرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ هشام، ومن رأي حضرتك هذه الحملة اللي بتطلقها لجنة الأنشطة السياحية مواكبة للبطولة شاركنا بأفكارك للاستفادة من البطولة سياحيا لمصر، إيه الأفكار اللي ممكن تكون مطروحة من خلالها علشان نستفيد من هذا الحدث سياحيا؟ بسم الله. أنا أعتقد أن كان بداية أن احنا نستفيد من البطولة دي كان بدايتها سنة 2009 لما كان أقيم في مصر كأس العالم للشباب، وكان موجود في رئيس الاتحاد الدولي، كان موجود ساعتها في ضمن الاتحاد الدولي كان كابتن هاني بوريدة. ده كان أكبر تدريب لينا في الفترة دي، عدنا يمكن كان ليه تدريب قوي. ده أدى دلوقتي لما جت أقامة بطولة أفريقيا، نفس المجموعة اللي كانت موجودة ساعتها في تنظيم كأس العالم هم دول اللي موجودين دلوقتي، فتدربنا فيها كان جامد. وجود الحملة اللي مقامة دلوقتي بوجود اللجان اللي تم إنشائها، منها اللجنة الخاصة بالسياحة أستاذ كامل أبو علي، هي اللجنة دي الفكرة بتاعتها إن إزاي تغيير الصورة الذهنية عند السائح القادم، لأن المشجع دوت هو سائح، فإزاي إن إحنا واحد إن إحنا نسهل له دخوله للبلد من أول ما بيجي، إزاي نعمل توعية إن كل شخص بيقابله في مصر هو مرشد سياحي عن مصر، فلازم يديله صورة إيجابية، فإزاي كل الناس اللي بيتقابل معهم السائح إزاي يحصل توعية معهم. اتنين، كل المنتجعات اللي موجودة في مصر لازم يكون فيها شاشات عرض بشكل معين، ويبتدي أثناء شاشات العرض نبتدي نعرض عليهم البرامج اللي موجودة في مصر، ونبتدي نعمل عندك حوالي 23 دولة جايين، 23 دولة فيهم الفرق وفيهم المشجعين بتوعهم، إزاي أن أنت كل 23 دولة تهتمي بيهم كلهم، أن كل واحد فيهم يبقى سفير لغيره بعد كده، لو لقى الخدمه ممتازه في مصر، لو لقى ان ما حدش ضايقه، لان في كل مكان بيروح فيه بيلاقي استضافه جميله، لقى البلد نظيفه بالشكل الملائق فيه، لو ركب مع تاكسي التاكسي يكون مشغل العداد بتاعه، لو في المطار قابلوه لازم اقابله بابتسامه، لازم يكون عندنا الروح المصريه الطبع الطبع بتاعنا ان احنا ازاي الشعب المضياف في مصر، الشعب المضياف، فلازم اللي قابله اول حاجه لازم اقابله بابتسامه، فدي لازم ترجع بشكل معين، ودي دي التوعيه لده، ازاي ان البرامج اللي موجوده في التلفزيون اثناء فتره البطوله ما تجيبش اي سلبيه موجوده في البلد في الفتره دي، كل اللي بيركز عليه ايجابيات، الاماكن المحيطه بالفنادق والاماكن المحيطه بالاماكن السياحيه لازم تكون على مستوى عالي جدا من النظافه، لازم الناس اللي موجودين فيها ما يضايقوش السائح، ما يحصلش اي مضايقات ليه، يبتدي تعاون من كل الشعب، يبتدي لما يوصل الفندق يبقى عنده حاجه اللي هي زي كايرو باي نايت، هيروح فين، يقدر الاماكن يروح فيها ازاي، كل مكان يروح فيكم عليه تسعيره واضحه ليه، ما يحسش ان في حطي تسعيرتك سواء غالي او رخيص، وليه خلي السائح هو اللي يختار ايه اللي عايزه، فهي دي المقصود ان انت ازاي توعي الشعب والتعامل مع سائقي التاكسي ايضا يعني والبائعين في المزارات السياحيه من اول ما بينزل المطار سلوكك في مطار القاهره، ما فيش حاجه اسمها تؤمر يا بيه، وما فيش حاجه يعني لازم كل حاجه ياخد خدمته وياخد كل حاجه بالابتسامه الحلوه بدون ما احنا يعني يبقى في اي تدني
لأي شخص موجود، لأن كل واحد فينا بيمثل مصر في الوقت ده هو سفير لمصر. صحيح، زي ما حضرتك ذكرت، سفير أو كل مصري مرشد سياحي عن يعني الحضارة المصرية والدولة المصرية بشكلها المتحضر. إزاي نوصل إن احنا نحقق الهدف ده؟ وده هدف من هذه الحملة اللي هي الحقيقة بتنتشر بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي. إزاي نحقق الهدف ده وإن كل مصري يكون مرشد سياحي بالفعل عن مصر في هذه الفترة وأثناء هذه البطولة؟ عن طريق التدريب والتوعية، واللي انت بتوري له ايه هي يعني ايه السياحة. عشان كده احنا بنتمنى ان يبقى في الفترة اللي جاية دي التعليم المصري من اول الحضانة يكون في مادة اسمها مادة السياحة. بدرس الطفل من هو في حضانة ازاي يتعامل مع السياح، واعرف بلدك، لازم هو يبقى عارف كل حاجة موجودة عنده عشان يقدر يطلعها او يعني يوريها للعالم الخارجي. زي ما حضرتك لو شفت في الافتتاح امبارح التصوير اللي كان موجود والشكل العام اللي كان موجود، ان هو يقرر لك الحضاره، الهرم بالنيل، وبعد كده التنوره بشكل معين مش بالشكل التقليدي بتاع التنوره اللي احنا متعودين عليه، اتعمل بشكل اضاءه معينه ابهر الناس كلها في العالم كله. هي دي انك وتوري الطابع بتاعك، ازاي نوري للناس ان انا عندي طابع مصر، طابع مصر اللي هو يجي يلاقي حمص الشام على هو ماشي ماشي على مين، حمص الشام يركب الحنطور بشكل معين، الحماتير كلها تكون لابسه بامبرز معين عشان ما يعني لازم يعني نحافظ على الشكل، النظافه والنظام والشكل الحضاري طبعا لمصر. وكل حاجه ليها طابع، الكشري هو جاي ياكل كشري وياكل باميه يعني يديله طابع مصر عشان السائح يجي يبقى عنده عايز يجي تاني يحس ان مصر طبعا بلد مختلفه عن البلدان اللي زارها قبل كده، وبلد كمان مميزه. خلينا نشوف يعني نتعرف على تفاصيل اكتر من خلال استاذ محمد عيد، عضو لجنه الانشطه السياحيه باللجنه المنظمه للبطوله الافريقيه. استاذ محمد اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك استاذ محمد. بنتكلم عن الحمله اللي بتطلقها لجنه الانشطه السياحيه باللجنه المنظمه للبطوله الافريقيه بعنوان شاركنا بافكارك للاستفاده سياحيا من البطوله. يعني اليات عمل الحمله دي غير انها يعني بتشتغل اكتر على مواقع التواصل الاجتماعي، الياتها عشان تحقق اهدافها وبالفعل يكون عندنا كل مصري هو مرشد سياحي لمصر في فتره البطوله؟ في البدايه يا فندم طبعا بهني كل الشعب المصري والجماهير المصرية على نجاح اخراج الافتتاح بالامس امبارح في استاد القاهرة، فعلا كان مفخرة. وردود الفعل، احنا بنتكلم حضرتك دلوقتي من شرم الشيخ، وردود الفعل امبارح كانت ردود فعل مميزة جدا جدا طبعا على السياح الاجانب الموجودين اللي كانوا بيشاهدوا المباريات او المباراة بالامس في كل المنتجعات السياحية اللي موجودة في شرم الشيخ، وطبعا بالاضافه طبعا للاخوه العرب، لان طبعا شرم الشيخ في الوقت الحالي في فتره الصيف حضرتك عارفه ان بيبقى في كم عرب كبير جدا من دول الخليج ومن دول الاردن ولبنان. فاعتقد يعني امبارح كان فعلا مظهر مشرف جدا جدا. احنا طبعا في لجنه الانشطه السياحيه طبعا تحت اشراف رجل السياحه كامل ابو علي، من البدايه كانت خطتنا واضحه ان السوشيال ميديا دلوقتي اصبحت هي الترند العالمي وهي الاكثر انقرائيه والاكثر وصولا لكل الجماهير سواء كانت مصريه او عربيه او عالميه. من البدايه كان هدفنا في الحمله ان البطوله على ارضك، شاركنا النجاح، شاركنا بافكارك، شاركنا بحماسك، شاركنا بان انت تكون مرشد سياحي وسفير لدولتك على السوشيال ميديا طبعا. وكنا بنخاطب بيها اكتر النشطاء على السوشيال ميديا سواء في مصر او في الدول العربيه او في الدول الاجنبيه. والحمد لله اعتقد ان احنا مشينا بشكل كويس جدا، والامور وصلت لان احنا كان عندنا اهداف من تحقيق من وراها مرجوه من تحقيق الحمله، الا وهو ان احنا نعلي بعض الافكار الجميله زي التشجيع المثالي، ان البطوله على ارضنا ولازم كلنا نشارك في نجاحها، ان هتشجع منتخب بلدك والمنتخبات الاخرى. ان طبعا شعار الحمله كمان هاشتاج سبورت ايجيبت كان هدفنا امبارح، والصوره امبارح كانت رائعه وتابلو رائع في شرم الشيخ في كل المنتجعات السياحيه، والكل يدعم فكره ترويج وتنظيم مصر لبطوله بحجم بطوله امم افريقيا بحسب النجاح اللي شفناه كلنا امبارح. صحيح، ده حقيقي بالفعل، احنا لمسنا تنظيم ويعني شكل مشرف الحقيقه كلنا تابعناه بالامس. طيب اللجنه استاذ محمد ليها برنامج شامل للترويج للمناطق السياحيه المصريه المتميزه خلال فتره البطوله، يعني لو حضرتك تدينا تفاصيل اكتر عن هذا البرنامج وازاي هنستغل فتره البطوله في الترويج السياحي لمصر.
زي ما قلت لحضرتك يا فندم، احنا طبعا ماشيين في البرنامج بتاعنا بمراحل، لان حضرتك عارفه ان الدور الاول هو عباره عن 3 ماتشات لكل منتخب. واعتقد ان بعد الدور الاول هيبقى طبعا كل المنتخبات دلوقتي في الوقت الحالي مشغوله طبعا بجدول المباريات في الدور الاول، فاعتقد ان مش هيبقى في وقت بالنسبه لهم للمزارات السياحيه. قد يكون بعد الدور الاول هيبقى في بريك، وهيبقى في فرصه ان هو يبقى في برنامج كبير جدا سواء جوه القاهره او اسكندريه او المحافظات الاخرى وطبعا المناطق الساحليه. ولكن احنا كان هدفنا الاول من الحمله او المرحله الاولى من الحمله هو تشجيع كل النشطاء على السوشيال ميديا لاعلاء اسم مصر ورفع اسم مصر في تنظيم البطوله. والنهارده في ردود الفعل في اليوم التالي على طول للافتتاح، اعتقد ان الحمد لله احنا في الهاشتاج اللي هو سبورت ايجيبت وايجيبشن توريزم وايجيبت واقفين لاعلى اعلى اعلى الارقام واعلى الترندات. وده كان الهدف من بدايتها من الحمله، هو التنشيط والترويج على السوشيال ميديا. واعتقد ان بعد الدور الاول احنا طبعا مستعدين بكل الافكار للبرامج بعد الدور الاول، وباذن الله يا رب يكون الدور الاول بيمر بخير ومنتخبنا يصعد للادوار التاليه، لان اعتقد ان الجماهير المصريه اصبح عندها من الوعي اللي يخليها تبقى فاهمه ان منتخبنا باذن الله هيوصل لادوار متقدمه. ولو ما وصلش الادوار المتقدمه لا قدر الله، احنا مشجعين ومتواجدين في البطوله وبنسبورت وموجودين مع كل المنتخبات لحد اخر يوم في البطوله باذن الله في النهائي، ويكون باذن الله اسم مصر هو دايما اللي احنا بنحاول نعليه. اكيد يا رب ان شاء الله. استاذ محمد عيد عضو لجنه الانشطه السياحيه باللجنه المنظمه لبطوله الامم الافريقيه، كنت معانا على التليفون، نشكرك شكرا جزيلا. لسه معانا في الاستوديو استاذ هشام ادريس عضو لجنه السياحه الخارجيه بغرفه شركات السياحه. استاذ هشام، يعني البطوله مش بس هنا في مصر، ده معناه مئات الالاف من المشجعين والزائرين يعني التابعين للفرق الموجوده والمنتخبات الموجوده في مصر، طبعا 24 منتخب بيمثلوا دول القاره الافريقيه. كمان البطوله متابعه عالميا واوروبيا، لان في نجوم افارقه كتير محترفين طبعا في انديه عالميه هم موجودين مع منتخبات بلادهم. ازاي ان احنا نستغل او يكون عندنا مكتسبات سياحيه بعد هذه البطوله من خلال وجود هؤلاء النجوم على ارض مصر؟ طبعا النجوم اللي موجودين، سواء النجوم اللي هم الافارقه اللي موجودين دلوقتي، غير المتابعين مصر اللي هم بيجوا من اوروبا ومن دول العالم كلها عشان يختاروا لعيبه اثناء البطوله، بيحطوا عينهم على لعيبه معينه عشان يقدروا يشتروهم في الفتره اللي جايه دي. التواجد الناس المشاهير او موجود العدد الكبير ده موجود لمصر، ده ميزه ان احنا نبتدي من دلوقتي نركز على 2030 ان احنا ازاي ننظم كاس عالم. يعني لو احنا نجحنا ان شاء الله في البطوله دي، يبقى التارجت بتاعنا ازاي ننظم كاس عالم. عشان ننظم كاس عالم محتاج ايه؟ اول حاجه البطوله تنجح، ودي البطوله دي ليها كذا دلاله. ليها دلاله اول حاجه ان مصر بلد امنه، ودي اول نقطه اللي انت اديت رساله للعالم كله ان مصر امنه. اختيار الاماكن اللي فيها البطوله دي كان مهم جدا، انت اخترت القاهره اللي هي المفروض قلب مصر بيدل على قمه الامان، اخترت دولتين من دول القناه اللي هو السويس والاسماعيليه، معنى كده ان المنطقه اللي فيها القناه منطقه امنه. صحيح. لان هي مقترنه بسيناء. فانت يبقى انت بتدي رسائل كتيره جدا من اختيار الاماكن نفسها اللي موجوده. اختار الاسكندريه، والاسكندريه كبلد كبيره وسياحيا، انت عندك حوالي 4800 غرفه فندقيه موجوده في اسكندريه، يعني بتشيل حوالي 10000 واحد، والتارجت عندك 2020 ان منطقه برج العرب بس هيبقى يعني فيها 5000 غرفه فندقيه. فمعنى كده ان انت الكباستي بتاعت الفنادق في خلال السنه اللي جايه دي هتزيد لضعف عدد الفنادق اللي موجوده. عدد الفنادق اللي بتفتح في الساحل ومنطقه العلمين الجديده اللي موجوده هناك، والاستادات اللي بتتفتح هناك، وعدد حجم الفنادق، لان انت عشان تعملي حدث سياحي محتاجه ليه مقاومات كتير جدا. اول حاجه يبقى عندك قدره استيعابيه من الفنادق، عندك اماكن سياحيه، المطارات اللي بتتفتح في الفتره الاخرانيه دي كلها ليها دور كبير. فانا شايف ان كل الخطوات اللي بتتاخد دلوقتي في بطوله افريقيا وتمت، الاستادات على اعلى مستوى. حضرتك لو شفتي امبارح استاد القاهره كان حاجه يعني حاجه تشرف. صحيح. فكل ده انت خدتي خطوات ان انت بعد كده تقدري تقيمي بطولات كبيره، تقدري تشتغلي على السياحه الرياضيه. ازاي ان انا اعمل بعد كده في الفتره اللي جايه دي اجيب فرق من بره تعمل معسكرات بتاعتها في مصر؟ ما انت لازم تشتغلي على السياحه الرياضيه. انا استضيف مباريات بقى دوليه، وتجيبي الفرق بتاعت بره، بدل ما تعمل معسكرات بره هيلاقوا فين اماكن زي احلى من مصر كجو وكخدمه وككل حاجه. فيبقى انت ابتديتي تحطي خطوات سليمه. مصر الحمد لله اتفتحت على دول العالم كله. تحركات الرئيس السيسي في الفترة الأخرانية دي كانت تحركات على مستوى العالم كله، من أول قبرص لليونان لرودس للصين لكوريا لليابان. يعني أنت فتحتي على العالم كله. وفي نفس الوقت
رجال الاعمال ابتدوا يتحركوا بصوره كبيره سواء في السياحه في الفتره دي، وابتدينا نتحرك استثمارات نجيبها ونجيب ناس كتيره في الفتره دي. فانا شايف ان البطوله دي كانت مثال حلو جدا نجرب فيه نفسينا، نجحنا الحمد لله بصوره كبيره جدا في الافتتاح امبارح، كان حاجه مبهره متشرف بشكل يعني يضحي كل دول العالم. اختيار حكيم مصر واختيار مغني فرنساوي مع مغني انجليزي، لان هما دول الثلاث لغات اللي انت بتتكلمي فيهم في افريقيا، واختيار اكبر ثلاث مشاهير فيهم، فده ادى انطباع برضو حاجه كانت جميله جدا. يعني انا كان عاجبني الافتتاح بصوره كبيره جدا من كل المعاني بتاعته. هي الافتتاح كان عاجب الجميع، وكان الحقيقه مشرف ومبهر، تشرف اي حد في مصر وجود الرئيس وتشريفه للمباراه ورؤساء دول تانيين والعرس اللي كان موجود فيه، عدد الجماهير، دخول الجماهير بالشكل ده، الملعب شكله والكراسي اللي عملت فيه، وانك تختار النظام الجديد بتاع التذكره الالكترونيه ان انت بقى كل واحد دلوقتي في الملعب عندك بياناته كلها كامله، ان في قوانين هتنزل في الفتره اللي جايه دي خاصه بالملاعب ومن يخالف الملاعب. فانت امبارح كان الدخول كان سهل، الناس كلها كانت مبسوطه، كان في لوح ارشاديه في كل حته بكل اللغات، لو انت حبيتي مش عارفه تخشي من المكان بتاعك فين كان سهل، الخروج من الملعب كان سهل بصوره كبيره. كان يعني كان امبارح كان حاجه انا بصراحه ما كنتش متوقع ان مصر يعني انا فرحان جدا امبارح باللي حصل. كلنا الحقيقه كنا كان حاجه بهذا الاحتفال، وشايف ان دي الخطوه الاولى. تفكيرنا دلوقتي ازاي ننظم كاس عالم 2030. طيب يعني واحنا في طريقنا لده، السياحه مرتبطه بالرياضه، حضرتك بتتكلم عن مكتسبات رياضيه ان احنا ننظم بطولات اكبر، كاس العالم على سبيل المثال، مكتسبات سياحيه في مجال السياحه، ازاي احنا نجذب السائحين الافارقه والسائحين من كل دول العالم اللي بتشاهد وبتركز على البطوله. طبعا بطوله كاس الامم الافريقيه من البطولات الهامه جدا على مستوى العالم رياضيا، ازاي كل ده احنا وانظار العالم متجهه الينا نجذبه لزياره الاماكن السياحيه. نركز على كذا حاجه بالنسبه للسائح اللي جاي. اللي جاي في عندي نوعين من يعني السائح اللي جاي رياضي دوت، هو اوريدي سائح، هتركز عليه من ناحيه، اول حاجه هركز عليه من الناحيه العمريه، هشوف مين فيهم من سنه لسبع سنين احتياجاته ومتطلباته ايه، واكون مركز في الفتره اللي جايه دي اهيئ له الحاجات دي، من سبع سنين ل 14 سنه بيحتاج ايه، بركز على السياحه العمريه اللي 70 سنه جايه عايز ايه؟ عايز يتمشى في شارع المعز، فلازم الاماكن الاثريه تكون مجهزه يعني بشكل معين. يعني ادرس الجمهور المصاحب للبطوله ده. ثقافه ان انا ادرس ثقافه اللي جايه عندي، لان متطلبات كل سائح بتختلف عن اللي قبليه. الحاجه الثانيه ان كل سائح من السائح اللي جاي ده ببتدي اتابعه في كل خطوته، لازم اعمل حاجه وهو مسافر، بعمل زي يعني ريبورت صغير كده هو مسافر، ابتدي اقول له انت ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش في الفتره اللي انت كنت موجود فيها في مصر. ممكن نلاقي سلبيه معينه من اللي شافها في مصر نقدر نصلحها في الفتره صحيح. اللي جايه. فالمهم مش مهم جالي عدد قد ايه، المهم هيجي لي منه عدد قد ايه تاني. طب ده بيتم ازاي استاذ هشام؟ يعني بالتعاون بين مثلا وزاره السياحه، هيئه تنشيط السياحه، وايضا شركات السياحه الخاصه، ازاي ممكن يحصل التعاون ده علشان نقدر نحقق اللي حضرتك بتقول؟ اول حاجه انت في كل الاماكن السياحيه بيكون موجود في مكان لشرطه سياحه، وموجود مكان لو قابلوا حاجه قابلت السائح في في الاماكن دي، المفروض ان بيكون في انطباع جاي هيبقى يتنقل على طول للناس دول يكونوا شايفين شغلهم بصوره كبيره. وانا شايف ان هم ابتدوا طبعا الحمد لله يشوفوا شغلهم بصوره كبيره. الفندق نفس الحكايه، كل اللي بني ادم فينا في الجزء بتاعه يعمل اللي عليه، سواء في المطعم، سواء في لو ركب حنطور ان انا اتعامل معاه ازاي، ان انا بدي توعيه لكل الناس دي يتعاملوا معاه ازاي. لو السائح لقى راحته من اول ما جه من المطار لحد ما ركب التاكسي مفيش حد لعب عليه، راح اي محل لقى كل التسعيره موجوده في الاماكن بتاعته، لقى الاماكن السياحيه نظيفه، لقى مطاعم نظيفه على مستوى صحي عالي، لان لو حد جه يتكلم مع حد وغلط معاه يلاقي مدير في كل مكان يقدر يقابله بسرعه، والمدير ده يكون على كفاءه عاليه انه يقدر يمتص الموقف ويقدر ازاي يخليه ساتسفايد. لو نجحنا ان كل 10 مشوا من مصر مبسوطين، تاكدي ان ال 10 دول تاني يوم هيجي لك 100، لان كل واحد هيقعد مع 10 غيرهم ويقول لهم دي مصر كانت حلوه. هي السياحه بتيجي كده. صحيح. يعني بنتكلم عن انه هؤلاء الزائرين كلهم سفراء لمصر في بلادهم، ده على المدى الطويل، ازاي الترويج السياحي من خلال هذه البطوله على المدى الطويل. على المدى القصير وطول فتره البطوله، يعني ما يقترب من شهر تقريبا، ايه البرامج السياحيه اللي ممكن ننظمها لهؤلاء المشجعين ويعني هذه الجماهير؟ في برامج بتعتمد على الوقت اللي هو مثلا بيزور الاماكن اللي هي موجوده في المكان اللي احنا تابعنا. طبعا يعني عدد من المنتخبات كان حريص بالفعل اول ما جه ان هو قبل ما تبتدي مبارياته ان هو يزور اماكن اثريه ومقاصد سياحيه في مصر. على سبيل المثال تابعنا صور منتخب جنوب افريقيا وهو في الاهرامات، الحقيقه كانوا حريصين ان هم يزوروا الاهرامات ويتصوروا هناك. يعني ايه البرامج بقى السياحيه اللي احنا ممكن ننظمها في الفتره دي؟
واحنا حتى مع حضرتك دلوقتي في عندي مجموعات كبيره موجوده من الكونغو ومن الكاميرون موجودين دلوقتي اوريدي بيزوروا اماكن سياحيه. كل اللي عنده ماتش في الوقت اللي قبل الماتش بيقول ازور مثلا الحسين، بروح الكنيسه المعلقه، بروح منطقه بتاعت عين السيره، بروح الهرم، بروح يعني المناطق كل الاماكن اللي موجوده في مصر. بالليل بروح الاماكن الدينيه، بروح الاماكن الخاصه بالكنائس. يعني برامج دي، وفي برامج اللي هي بتعتمد على الاوفر داي، ان انا ممكن اعمل له اوفر داي بره القاهره بيقضي اليوم بره دي يوز وبيرجع. يا اما ان هو لو عنده فتره اللي هتكون بين اللي هي المرحله الاولى والثانيه دي، ممكن في الفتره دي ممكن نعمل له 2 دايز خارج القاهره او 3 دايز، ممكن نعمل له يوم للفيوم. يعني احنا عاملين في كل طبعا شركه. طب بالفعل شركات السياحه نظمت يعني هذه البرامج واستعدت طبعا كلها شغاله على حسب الناس اللي موجودين معانا. انا عندي ناس مثلا بتعامل مع مثلا شركات سياحه جايبه لي مجموعات من المغرب، من الكاميرون، من كونغو. من الشركات دي ببتدي انظم لهم البرامج دي بالتنسيق مع الناس اللي موجودين بصوره كبيره. الفنادق نفسها كل فندق ابتدى يعرض على الناس اللي موجودين تعمل لهم يوم خارج القاهره او يوم ديوز او كده. فدي شايفها شغاله بصوره كبيره ما شاء الله، كل الناس بتتحرك بسهوله ومحدش عنده مشكله. يعني شرطه سياحه متواجده في كل فندق بيتم اختارها وبنختار وبتبتدي هم يعني يعملوا الاجراءات بتاعتهم ان هم يامنوا الناس دي في الاماكن السياحيه اللي موجوده. في يعني تقدر تقولي كل في حاله قصوى في مصر بسبب البطولة، وإن شاء الله تتم على خير لحد آخر لحظة يا رب إن شاء الله. طيب نتكلم بقى عن المحافظات اللي بتستضيف المباريات غير القاهرة. حضرتك اتكلمت الإسماعيلية، السويس، اسكندرية، إزاي يكون في يعني شكل من أشكال السياحة في هذه المحافظات أيضا ولفت الأنظار ليها بعد كده مش بس فترة البطولة. معظم الأماكن زي مثلا في الإسماعيلية عاملين في القرى بتاعتهم كل قرية عاملة زي فولكلور يومي بتعرف فيه البلد، السمسمية بقى وبيعملوا برامج كل يوم. وفي معظم الناس اللي مبارياتها في السويس والإسماعيلية اوريدي موجودين في القاهرة، فاوريدي هو بيطلع يحضر الماتش بتاعه وبيرجع. بعد ما بيحضر الماتش بيبتدي يقعد بقى في الأماكن اللي هي المنتجعات اللي موجودة هناك. دي بتعمل زي فولكلور عن مصر وشغالة بسرعة، كلهم عاملين شاشات عرض كبيرة، كلهم عاملين زي طابع البلد بيدوا يعني عاملين لك حاجات. كل مكان لو رحت فيه كذا قريه هناك عاملين حاجات حلوه قوي، وجايب لك ناس بقى بتخبز قدامك والفلاحين يعني ومدين طابع السمسميه. يعني كنت احس ان انت بيقدموا كل واحد بقى من الفولكلور عن البلد، لان هي دي السياحه البيئيه او البينيه اللي البيئه بتدي البيئه بتاعتنا او الطابع بتاعنا. ودي شغاله بصوره كبيره ما شاء الله يعني حلو. جميل. بنشكر حضرتك جدا استاذ هشام ادريس عضو لجنه السياحه الخارجيه بغرفه شركات السياحه، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لحضرتك، شكرا سادة المشاهدين، ومصر بخير دايما ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا مشاهدينا. طبعا زي ما تابعنا بالامس وكنا كلنا سعداء بهذا الافتتاح والاحتفال المشرف والصوره اللي ظهرت بيها مصر، بنتمنى ان احنا طوال ايام البطوله وحتى نهايتها نحافظ على هذا الشكل وكلنا نقدم صوره جيده جدا لمصر لهؤلاء الضيوف، ضيوف مصر من القاره الافريقيه. بنقول لهم طبعا اهلا بيكم في وطنكم الثاني مصر. شكرا لكم على حسن المتابعه ونشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده من المجله السياحيه.